وكمان بينضم لينا عبر التليفون أستاذة دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنتي المرأة والحريات بنقابة الصحفيين. مرحب بك أستاذة دعاء معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. عايزين نعرف ردود الأفعال في الوسط الصحفي كانت عاملة إزاي بمجرد إذاعة خبر اغتيال أو استشهاد المراسلة والصحفية شيرين أبو عقل. تمام، خلينا في البداية نقول إن النهاردة كان يوم حزين بتعيشه الإنسانية، يعني في استشهاد جنودنا وأبطالنا في سيناء، واستيقظنا صباحا في ساعة مبكرة على خبر اغتيال الزميلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة. خلينا في البداية أيضا نعزي أنفسنا كصحفيين وكإعلاميين، ونعزي الشعب الفلسطيني الشقيق، ونعزي الإنسانية في هذا الاغتيال الغاشم. الزميلة كانت اليوم أثناء تغطية اقتحام مخيم جنين صباح اليوم، وأثناء تغطية عملها الصحفي معروف عنه أنه هو لا يحمل بندقية، لا يقود دبابة. صحيح. الصحفي بيحارب أو بيواجه أو بيتواجد في ميدان وفي جبهة وفي المعركة بالكاميرا وبالقلم وبالورقة وبالكلمة، بيوثق الحقائق وبيكون دائما شاهد عيان عليها بالصوت وبالصورة وبالكلمة. ولولا وجوده لضاعت حقائق كثيرة. اليوم لجنة الحريات ولجنتي الحريات والمرأة بنقابة الصحفيين أصدرت بيان أدانت فيه الجريمة البشعة. اختلوها برصاص في الرأس لأنها كانت تفضح جرائمهم البشعة. شيرين وفقا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم هي الصحفية رقم 55 صحيح. التي تستشهد برصاص القوات الاحتلال منذ عام 2000 وحتى الآن. النهاردة نقابة الصحفيين أصدرت بيان رسمي طلبت فيه المجتمع الدولي بوجود تحقيقات موسعة في هذا الحادث، وطلبت أيضا المنظمات الدولية المعنية بمحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجريمة. يعني لازم المجتمع الدولي يقف أمام هذا الحادث، يعني ده حادث متكرر في حق الزملاء الصحفيين في فلسطين، وده مخالف لكل القوانين الدولية وكل الأعراف وكل يعني الحقوق الإنسان وكل القواعد الإنسانية اللي بتحكم العمل الصحفي والإعلامي. مظبوط. أستاذة دعاء، عايز أسأل حضرتك فيما يخص موقف المجتمع الدولي. احنا للأسف الشديد زي ما حضرتك بتقولي من سنة 2000 شهيدة شيرين دي القتيلة 55 برصاص الاحتلال الإسرائيلي. طيب احنا المجتمع الدولي عمل ايه في ضوء ده، في ضوء انه دولة الاحتلال لازالت بتطلق رصاصها تجاه، مش بنتكلم كمان على الشعب الفلسطيني لكن بنتكلم على الصحفيين والمراسلين اللي هم زي ما حضرتك قلتي لا يملكوا شيء غير الميكروفون والكاميرا والقلم. الكاميرا والقلم مظبوط. عايزه اقول لحضرتك احنا بنشوف مع كل حادث متكرر رغم بشاعته ولكن هو بياخذ وقت وانتفاضه وقتيه وسرعان ما ينسى وتسير الحياه، لكن احنا بنقول إن لازم المجتمع الدولي يوفق لمثل هذه الجرائم البشعة، ويوفق ما تم النهاردة بحق الزميلة وبحق الزملاء الصحفيين أثناء تغطية عملهم. وبنقول لهم يعني النهاردة نقابة الصحفيين في بيانها الرسمي يعني وجهت وجهت النصيحة للزملاء الصحفيين الذين يعملون في الأراضي المحتلة. يعني إحنا بنقول إن هم عين العالم على الحقيقة وعلى حقيقة ما يجري في فلسطين. صحيح. بنقول إن هم لازم يتوخوا الحذر والحيطة أثناء تأدية واجبهم، طالما إن هم مستهدفين في هذا الأمر. صحيح. ليتم القضاء أو إخفاء الحقائق وما يدور في فلسطين وفي القدس. الحادث اليوم يؤكد لنا إن غابت شيرين وإن غابت الحقيقة وقتيا، ولكن القدس والقضية الفلسطينية لن تغيب. فالقضية الفلسطينية في نفوسنا جميعا وفي عقولنا جميعا كعرب، والصحفي هيظل يمارس عمله ولا تخيف مثل هذه الأشياء لغاية آخر وقت في عمره. يعني
عايزة أقف مع حضرتك عند نقطة العقوبة، هل بالفعل في حاليا عقوبة بتنتظر إثبات، يعني في حالة إثبات مين اللي ارتكب هذا الاغتيال بحق الصحفية شيرين أبو عقلة، في عقوبة بتنتظر ولا ما زالت لسه القوانين الدولية خلينا نقول مش صارمة في هذا الموضوع؟ لا، ما انا بشوف ان ما زالت القوانين لم تحسم مثل هذه القضايا الانسانيه في المقام الاول. ايه طبيعه القوانين حاليا علشان برضو نكون عارفين اكتر تفاصيل عن الموضوع ده؟ نعم، طبيعه القوانين اللي ليها علاقه بسلامه الصحفي الميداني اللي بيغطي الاحداث او الحروب اللي بيبقى معرض ان هو يستهدف من اي من الطرفين اللي ملهوش مصلحه ان الصوره الحقيقيه يتم نقلها، سواء القوانين المتعلقه بحمايه الصحفيين او القوانين الدوليه. يعني المفروض ان النهارده احنا طالبنا بعرض الفيديوهات ومشاهد الحادث والادانه اللي احنا شفناها بعيوننا النهارده والعالم كله فزع في هذه المشاهد القاسيه. كل هذا يعزز القضيه امام المجتمع الدولي، امام المحاكم الدوليه. احنا بنتمنى ان يكون في رابع او يكون في قرار سريع، يعني يهدئ من روع ويشفي غليل المواطن العربي بعد ما جرى اليوم في حادث الزميله شيرين. استاذه دعاء، برضو عايز اسال حضرتك، البعض بيقول يعني خاصه من الجانب الاسرائيلي، من جانب الاحتلال الاسرائيلي، بيقول انه ربما تكون سقطت برصاص من المقاومه، ويعني كان في ردود فعل كبيرة على التصريحات اللي أعلنتها وأعلنها تحديدا المتحدث باسم جيش الاحتلال. حضرتك بتشوفي هذه الحادثة كمحاولة اغتيال محددة واستهدفت فعلا شيرين أبو عقلة، ولا ممكن تكون طلق نار عشوائي؟ لا، أكيد مش طلق نار عشوائي، أكيد تم استهدافها عن عمد، ودائما ما يخرج الاحتلال وقوات الاحتلال والمسؤولين الاسرائيليين لينكروا ويعني ويدعوا عدم مسؤوليتهم عن هذه مثل هذه الاحداث، ولكن الكاميرا لن تكذب في عرض ما تم اليوم، وهذا ما نطالبه، يعني ما نطالب به هو استخدام وتوثيق الرجوع إلى المشاهد التي رفضت اليوم. يعني إحنا كمان لو رجعنا لحادث اغتيال محمد الدرة سنة 2000، فنجد أيضا أن قوات الاحتلال أمام المشاهد التي أذيعت وأمام الكاميرات التي لم تخفي هذه المشاهد وكانت واضحة جدا أمام العيان، ولكن انكروا وادعوا عدم مسؤوليتهم. طبيعي ان هم يعني لم نجدهم يوما يعلنون مسؤوليتهم عن اي حاجه يقومون به، ولكن الكاميرا ان كذبوا فلن تكذب الكاميرا. صحيح صحيح. عايزه اسال حضرتك على نقطه، هل شيرين كانت حامله للجنسيه الامريكيه؟ وبالتالي شفنا تصريحات وتحرك من قبل الخارجيه الامريكيه ومن قبل واشنطن بادانه هذا الحادث ومطالبه بان يكون في تحقيق عاجل في الموضوع ده. هقول لحضرتك على حاجه، انا ما عنديش معلومه مؤكده سواء كانت الزميله شيرين تحمل الجنسيه الامريكيه ام تحمل الجنسيه الفلسطينيه. في كل الاحوال هي انسانه، ففي كل الاحوال لابد من ده حقها وابسط حقوقها علينا ان احنا نسعى في عوده حقها، وعوده حقها ان يحاسب او يدان بشكل مباشر وبشكل يشفي غليل المواطن العربي الحزين النهارده كل تأكيد حاله من الحزن، يعني بسبب حادث اغتيالها بهذه البشاعه. استاذة دعاء، كمان بيان نقابة الصحفيين النهاردة أدان بشدة هذا الحادث، لو تكلمينا أكتر عنه وعن التفاصيل الخاصة، وهل في أي مطالبات بإجراءات تحقيقات دولية هتشترك فيها نقابة الصحفيين المصرية؟ بص، هقول لحضرتك ان النهارده في بيان النقابه الرسمي الصادر عن الاعضاء والمجلس والنقيب، يعني احنا النهارده قدمنا باشد العبارات هذه الجريمه، يعني وبنقول ان الزميله استشهدت اثناء ممارسه عملها. طبعا ممارسه عملها كصحفيه، واحنا قلنا احنا لازم يعني لا يوجد أقوى وأبشع مما جرى اليوم لنضع المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بمحاسبة
دولة الاحتلال. صحيح. يعني لا يوجد أبشع من مما جرى اليوم. طبعًا. لنطالب بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤوليته في التحقيق وفي فتح تحقيق موسع يعني في هذه الجريمة. صحيح. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الجهات المعنية. أيوه فندم. المختصة بحماية الزملاء الصحفيين الفلسطينيين في يعني أثناء ممارسة عملهم المهني من الاعتداءات التي يواجهونها يعني من قوات الاحتلال الإسرائيلي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذة دعاء النجار رئيس لجنتي المرأة والحريات بنقابة الصحفيين على كل هذه التفاصيل.